كما تنقول تنجدوا الشكر من هذه الوزارة، كنكدوا أننا بعد ترأسنا للجهة، بعد المشاريع الكبيرة اللي كانت في الجهة، نحن إن شاء الله غادي نكملوا المشوار ديال الأنمية، وغادي نقول لكم بأنه راه لا مشاريع ولا تمويل إلا بلا ما كانوا شاد الوزراء ديالنا هما اللي تيأيدونا وهما اللي تيعاونونا وهما اللي فاتحين لنا البيبان ديالنا لحد الآن. رغم التحالف الحكومي ورغم الوزراء المتواجدين في الحكومة، اليوم لقينا الدعم والمساندة وبرمجة مجموعة ديال المشاريع من الوزراء ديالنا ديال القوم. نتمنى من الوزراء الآخرين ديال الحزبين الآخرين، حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني الأحرار، أنهم كما تنقول يردوا البارابول شوية للجهة ديال بني بلاد خليفرة. إذا كان تحالف يكون سياسي وكذلك يكون تحالف تنموي، التحالف كذلك يكون كذلك عدالة مجالية وتوزيع عادل للمشاريع، لأن جهة بني بلاد خليفرة كما تنقول دائما تنتبشكم الجهة ديالنا وتنفتخر بالجهة ديالنا، تتواجد في قلب المغرب وتتواجد في وسط المغرب ومدينة وجهة فلاحية بامتياز وجهة صناعية بامتياز، ولكن مازال الجهة ديالنا خاصة بزاف، خاصة الكثير نظرا لتواجدها بين الجبال والجبال اللي ما نالوش الحظ ديالهم من التنمية، وكذلك المناطق الحضرية. نتمنى إن شاء الله من خلال الحكومة ومن خلال الوزراء ديالنا إن شاء الله أنهم يعطوا دفع لهذه الجهة وأنهم يرجعوا لهذه الجهة مرتان ومرات أخرى لتنمية الجهة. سي عبد اللطيف وهبي الأمين العام ديالنا، رغم حنا دائما مشاركين معاه ودائما رغوات مع السي عبد اللطيف وهبي، ولكن أؤكد لكم بأن السي عبد اللطيف وهبي عنده قلب أبيض رغم الجهة رغم كل شيء اللي كاين، عنده قلب أبيض وتيدافع على الحزب ودائما متواجد في الإعلام، وهذا أمر معطي السي عبد اللطيف وهبي متواجد في الإعلام أولا تلك الصورة ديال الحزب، وكذلك يملأ الإعلام ويملأ الصحافة رغم كاين الكائدين تعرض لهجومات وهجومات مازال تتعرض لها، ولكن نحن متضامنون معاه لأنه نعرف أن الأمين العام له من الجرأة وله من القوة أنه العربية تعرفت ما تتسوقش هو التمشي معاه، اللي بغا يقول عندها واللي بغا يدير ماشي بغا يديرها. نتمنى له التوفيق ونتمنى إن شاء الله أننا نشوفوه في الحكومة المقبلة إن شاء الله كذلك في وزارة أخرى.